تفضل. يا مصطفى وأسامة وخالد، النيابة العامة أسندت لكم بموجب لائحة الاتهام التهم التالية: محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية خلاف الأحكام المادتين 3(ج) و7(ج) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول مصطفى والثاني أسامة، الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلاف الأحكام المادتين 3(ه) و7(ج) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث اللي هم مصطفى وأسامة وخالد حسن إبراهيم الصوفي.